رقصة رقصتها قد تؤدي إلى طلاقها من زوجها. الحكاية والتفاصيل تابعوا معنا الفيديو هنعرف كل حاجة. لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. أي أخبار جديدة أو أي معلومات أخرى سوف نرفع فيديو بالتفصيل، تابعونا. صاحبة الفستان الأزرق ماذا قالت بعد أن تداول الفيديو وأخذ الترند؟ هنشوف الحكاية بالتفصيل. هذه المرأة صاحبة الفستان الأزرق كما لقبوها، وتعليقات الناس غريبة جدا جدا، هنشوفها في نهاية الفيديو. القصة والحكاية: ذهبت إلى إحدى صاحباتها لتحضر عرسها، ومن فرحتها بها أخذت ترقص كما قالت هي، واندمجت في الرقص، ولكن الهواتف المحمولة والنت والكاميرات لا تترك أحدا في حاله. تم تصويرها وتم رفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة التيك توك، وأخذ الفيديو الترند وتمت الشهرة وتمت التعليقات الكثيرة الغريبة من الناس. أنا يعني ضد رقصها أمام الكاميرات وأمام الشباب أولا، ولكن ليس لها ذنب فيما حدث، ليس لها ذنب فيما حدث. كل الحكاية أن هي فرحت بصحبتها كما قالت هي، ولكن زي ما قلنا يا جماعة، الرقص في القاعات والرقص في الأفراح في الشوارع وفي النوادي أمام الشباب وأمام الرجال، فده يعني غلط ومحرم في الدين الإسلامي. أي واحدة يا جماعة تروح فرح إحدى صحباتها ترقص ما فيش أي مانع، ولكن مع البنات، الرقص في الشوارع وفي النوادي وفي القاعات وما إلى ذلك أمام الشباب وأمام الرجال وأمام الكاميرات لا يجوز، لا يجوز. فنصيحة لكل بنت، لكل امرأة، لا تفعلي ما فعلته صاحبة الفستان الأزرق. كان الله في عونها لما حدث لها، وهي قالت يعني أن كما قالت هي، لا أريد شهرة ولا أريد أي حاجة، قالت كل من يرى الفيديو يحذفه، اعتبروني أختكم. يعني الفيديو تسبب في مشاكل ضخمة لها، فنرجو الله عز وجل أن يستر أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ويريد كل اللي يرى الفيديو بتاع الست دي يحذفه واعتبروها أختكم كما قالت هي. هنشوف التعليقات الغريبة جدا جدا من الناس. يعني الفيديو خد ترند جامد جدا زي ما انتم شايفين التعليقات أمامكم. طبعا تعليقات غريبة، في ناس كاتبة كلام يعني لا يليق، كلام لا يليق الناس كاتباه على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يكون في عونها، ربنا يكون في عونها. زي ما قلنا هي ما ذنبهاش حاجة، ولكن الغلط ان الواحد يرقص امام الكاميرات وامام الناس، يعني هذا حرام. تابع باقي التعليقات معانا، وما تنساش تكتب رأيك في تعليق أسفل الفيديو. نشكركم على المشاهدة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في حفظ الله وأمنه. كما ترون التعليقات. تعليقات أخرى قادمة. ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات أسفل الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو.